اليوم باش نطيبوا اللازانيا. مكوناتها عجينة اللازانيا موجودة في المحلات الكل، جبن بأنواع، نجم نستعمل ثلاثة ولا أربعة أنواع، فارينة، زبدة، الملح، كركم، فلفل الأكحل، كزبر، عنا دجاج ولا سكالو نطيبوه، وباش نستعملو الصلصة، صلصة طماطم طبيعية، الحليب باش نطيبو بيه صوص بشاميل، والماء اللي طيبنا فيه الدجاج باش نستعملوه زادا لصوص بشاميل. توا طريقة تحضير صوص بشاميل، ناخذ الزبدة نذوبوها على نار هادية، نضيفو لها الفارينة، نجم نبعدوها شوية على النار إن تشرب الفارينة الزبدة كما هكا. تو نصب عليها الحليب البارد، وباش تجينا أبن نزيدوها الماء اللي طيبنا فيه الدجاج، فيه برشا مكونات، فيه الكركم، فيه فلفل أكحل، فيه الرند، فيه الثوم، ونبقى ندوره بشوي بشوي لين نتحصلوا على صوص كل كريمة كريمة. مدة 10 دقائق لين نتحصلوا على الكريمة متاعنا. كيف نتحصلوا على الكريمة طيبة، حطوا الفرماج، جبن، طري فلفل أكحل، ونحطوا شوية فلفل أسود. هكا الكريمة عنا جاهزة، توا آخر مرحلة باش نحضر الطبق بتاعنا. عنا صوص بشاميل، عنا الصلصة تاع الطماطم، طريقة تحضيرها طماطم حب في الماء، وبعد حطوها في المحرك مع شوية خلط، تو آخر مرحلة باش نحطو المكونات الكل في الطبق نتاعنا. عنا الصوص بشاميل حاضرة، ورينا طريقة تاع الطبخ نتاعها، عنا الصلصة، صلصة الطماطم سهلة ياسر، طيبنا كعبة الطماطم بعد حطيناها في الخلاط،
في الخلاط ومع شوية التوابل اللي ذكرناها من بكري وسنة ثوم وشوية بصل. توا عنا الطبق باش نبدو بالمرحلة المرحلة. أول حاجة باش نحط العجينة بتاعنا حطينا العجينة. أول حاجة اللحم لحم الدجاج قلنا صبناه في الماء وحطيناه في الخلاط. بالطبيعة الماء فيه شوية فاح وعندنا صلصة طماطم طبيعية. نرش الفرماج نرجع باش نرجعوه من هنا. الجبن نجمو نستعملو برشا انواع. شوية من صوص الشاميل نرجع نفس الطريقة عجينة ونعاودو نفس الطريقة نفس المراحل. اللحم ديما اللحم أول حاجة خاطر الوزن بتاعها هو الأكلة تشد خير كي يبدا اللحم هو الأول. نعاودو فرماج والسمك متاع الطبق اختيار نجمو ثلاثة مرات ولا مرتين يزي. شوية صوص
صارت عنا جاهزه. تو شو نحطوها في الفرن مده 20 دقيقه درجه حراره 250.